أهلا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من واصل التعليم على الجبل عزة المسيح الشهيرة، وعندما قال طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. أنا موجود في الجهة الغربية لبحيرة طبرية. هذه البحيرة الجميلة هي تحت مستوى سطح البحر، ومثل ما شايفين هي في غور الأردن في الغور، والبحيرة مثل صحن بتحدها جبال كثيرة. من الأعلى ممكن نشوف جبال صفد، منشوف جبل التطويبات مع كفر نحوم، ومنشوف جبال الجولان من الجهة الشرقية لهذه البحيرة. هذه البحيرة الجميلة عاش حواليها الرب يسوع، علم وصنع معجزات كثيرة. جزء من هذا التعليم عزته على الجبل، ورح نتكلم عن طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع في عزته على الجبل طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طبعاً هذا المبدأ يمكن غريب على السامعين في تلك الأيام، فبالنسبة للرومان جماعة قاسيين جداً، بيحكموا من يد من حديد، والمتدينين اليهود كان عندهم البر الذاتي وحياة الرياء والكبرياء، فطبعاً هذه الفكرة غير واردة. لكن يسوع المسيح بيهتم في أبسط الناس، مبتدئاً قائلاً طوبى للمساكين بالروح. فالمسيح بيهتم في الناس. لما إحنا بندرك فقرنا الروحي، طبعاً أكيد بيدعونا للتوبة عن خطايانا. وهنا أحب خليني أوضح شيء. يعني المسيح بقول يا للسعادة، طوبى بتعني يا للسعادة، يا لغبطة، يا لهناء، أو الكلمة العبرية يا لغنى. فتخيل إنه المسيح عم بطوب الناس الحزينة. طبعا هون بيتكلم عن نوع آخر من الحزن، مش بيتكلم الحزن على الفراق، ولا حتى الحزن على مأساة، ولا ربما ميت أو خسارة معينة، لكن بيتكلم عن جوهر، عن شيء أعمق وشيء أهم. بيتكلم في الكتاب المقدس هذا الحزن بحسب مشيئة الله تنشئ توبة لخلاص بلا ندامة. هذا الحزن أحبائي اللي بيقود الإنسان إنه يأخذ خطوة جدية، وخطوة يعني فيها أهمية ماسة، إنه أنا عاوز أتغير، أنا عاوز أتوب. وهي التوبة بتعني تغيير الفكر، وهذا التغيير اللي بيقود إلى تغيير خطواتي، تغيير مجرى حياتي. كنت أفعل أسير في شيء، لكن لما بتوب وبآمن في يسوع المسيح أفعل الشيء اللي الرب يسوع المسيح بيطلبه مني. هذا أحبائي هو يسمى حزن التوبة، التوبة على الخطية. فالمسيح حاشا لا يدعو إلى العبوسة، بالعكس هو لما هاجم الفريسيين قال المرائين يظهرون بعابسين، يعني لما بيمارسوا مثلا الصوم أو الصلاة لازم يكون وجهه رقم 6 باللغة الإنجليزية، لازم يكون عابس، لازم يكون مكشر، لازم الناس تحترمه لأنه مش مرح، ولا أنه يعني مبين حزين. لكن المسيح عم بيتعامل مع القلب، مع الدافع، مع النية. لكن أحبائي يسوع المسيح هو مثالنا. مكتوب عن يسوع المسيح في نبوة إشعياء النبي: يسوع رجل أوجاع ومختبر الحزن. فهو اختبر الحزن، اختبر كل شيء مثلنا،
كابن الإنسان. فالإنسان اللي بيحزن على حالة معينة مثل يسوع، يعني حزن على الشخص اللي دعاه إلى ملكوته لما طلب منه أنه يبيع كل أملاكه، هذا الشخص حزن لأنه كان بالنسبة له الأملاك أهم. المسيح حزن على أورشليم بسبب قساوتها وعدم إيمانها وعدم الإثمار والرياء. أحبائي، بيحزن على حالة الناس. وكمان في العهد القديم منشوف إرمياء الرجل الباكي، يعني نبه أو حذر الملوك اللي كان بيخدم معهم قبل السبي، وكان يعني فعلا بيبكي وبيطلب الله، لكن المشكلة إنه قسوا قلوبهم. فهو ابن الدموع الذي يذرف الدموع على المذبح. لكن أحبائي، بعد ما راحوا للسبي برضو كان بيرثي وما زال يبكي على حالة الشعب، وكان بتوب عن نفسه وبتوب عن الشعب لأنه حزن على الخطايا اللي أذت الناس في تلك الأيام. هذا حزن التوبة أحبائي ينشئ لنا خلاص. بشوف المسيح الحالة القلبية، فهذه الحالة عندما نأتي إلى محضر المسيح نتغير على شكل المسيح، وفعلا بتقودنا إلى التوبة وإلى الخلاص. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. Jesus was, of course, the Jewish Messiah. He was the son of David and the son of Abraham. So a Messiah, which was a promise given to David, and the one through whom all the nations of the world would be blessed, which is the promise given to Abraham. Jesus came to fulfill the prophetic scriptures and to help his followers understand what the spirit of the law was all about. The law was something that was intended to bring people to recognition of the Messiah. So he's not a destroyer of tradition. He's a fulfiller of tradition, and he embraces it. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. أحبائي، المفروض إحنا نحزن بالأول على خطايانا. الحزن على الخطايا لأنه منفحص أنفسنا في ضوء نور كلمة الله، في المقياس اللي وضعه إلنا الرب يسوع المسيح. ماذا عن الثمر في مشكلة عدم الإثمار؟ ماذا عن قلة الشركة مع الرب؟ ماذا عن برودة المحبة أو ضعف محبتنا لهم؟ ماذا عن حياة الرياء والكبرياء أيضا؟ محتاجين نحزن ونتوب عن خطايانا، محتاجين نواجه أنفسنا أحبائي وفعلا نحسم الأمر مع أنفسنا. أحزن على خطاياي لأنه في عدم التوافق مع يعني مع قداسة الله. الله قدوس، الله كامل، لا أحاول أن أسترها بل أتعامل معها بحزم وبشدة. نحزن على الكنيسة اللي وصلنا اليوم، الانغماس في العالم، يعني كتير أمور عالمية دخلت كنائسنا، عدم الوحدة، التحزب، الفروقات الموجودة. هذه مش إرادة الله، إرادة يسوع مكتوب أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فلازم نحزن على اللي منشوفه في هذه الأيام ونصرخ للرب، ولربما نذرف الدموع أيضا أمام الرب. إحنا بنعرف إن الأم اللي بتبكي تزرف الدموع على أولادها، ابن الدموع لابد أنه يرجع للرب. ماذا عن أولادنا، بناتنا؟ ماذا عن أهلينا؟ كم من الدموع التي ذرفت بحزن على حالتهم
أنا إذا اختبرت المسيح الله بحط فيي أحشاء رأفات تجاه الشخص الآخر، إنه يعني أطلب خيره وأطلب إنه فعلاً يأتي إلى معرفة يسوع المسيح. لكن أحباء الوعد طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. الرب ما بيترك إنسان. في إشعياء مكتوب أنا معزيكم يقول الرب. الرب هو اللي بعزينا وهو اللي بيشفي منكسري القلب وهو اللي بيأتي إلى معونتنا حتى يسندنا في هذا الظرف اللي إحنا منمر فيه. وتأكد إنه في يوم من الأيام مكتوب يهرب الحزن والتنهد، في يوم من الأيام ربنا رح يمسح كل دمعة من عيوننا. وتذكر كمان الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. كل زرع بتزرعه وكل شيء بتعمله حتى لو بيبتدي في البداية بحزن، اتأكد إنه نتيجة مرضية والنتيجة رح يكون فيها بركة، والله رح يبارك عملك ورح تشوف تعب إيديك والثمر في حياتك. طوبى للحزانة. الناس طبعا كراشت انسحقت من أمور كثيرة ولا سيما في أيام المسيح. معظم الناس كانت عبيد، لكن الحزن الأعمق لما أنا بحسم الأمر مع حياتي، لأنه إذا هذا الحزن أنشأ توبة، التوبة والإيمان بيسوع المسيح هي اللي بتخلصني من خطاياي وبتعطيني الأهلين أكون ابن وبنت للرب. وفعلا أنا بتعزى في الرب وبتعزى في كلمة الرب، بتصير كلمة الرب هي تعزيني، وأنا بتعزى بشعب الرب، عزوا بعضكم بعضا. وواحدة من التشجيعات والتعزيات المهمة للكنيسة مران آثا، الرب جاي عن قريب، فخلينا نشجع بعض ونحرض بعض على الأعمال الحسنة وعلى المحبة ونعزي بعض حتى يشعروا بالحرية والطمأنينة إنه كل أمر سينتهي لأن المسيح جاي. فخلينا نعزي وخلينا نشجع حتى نشوف مجد الرب، معرفة الرب، خلاص الرب يملأ كل هذه الأرض. محتاج الكنيسة إنه نجتمع أحبائي وفعلا نحزن على ما يدور في هذا العالم. وعاوز أقول لما الكنيسة بتجتمع وبتصلي، لما الكنيسة بتمارس حياة المحبة وحياة الوحدة في العالم الروحي، الله بيتحرك بيسحق الشياطين، وفعلا نستطيع أن ننتصر ونأخذ مواقع جديدة في حياتنا. صلاتي لكل شخص بشاهد وللكنيسة إنه نأخذ هذه الخطوة العملية حتى الرب يباركنا. شكراً كتير لكم لاستماعكم، وبصلي من بحيرة طبرية بحيرة الجليل، الرب يبارككم. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. من بحيرة طبرية بصلي من كل قلبي إنه ربي يشجع ويعزي كل حزين. عاوز أكد إنه الحزن هو حزن مش بس على الفراق أو فقدان شخص عزيز علينا. الرب هو المعزي وهو اللي ببارك. لكن مثل ما شفنا في هذه الحلقة، في شيء أهم، في شيء أعمق. المسيح رسالته هي رسالة الفرح طبعاً والأخبار السارة. لما منسمع سعيد هو الحزين، بيتكلم عن الشخص اللي أخذ خطوة عملية وقرار إرادي إنه يحزن على خطاياه حتى ينشئ توبة تتغير الفكر، يتغير الحياة ويصبح سعيد فعلا ويتعزى في شخص يسوع المسيح. بصلي من منطقة الجليل من عند بحيرة طبرية، الرب يشجع والرب يعزي والرب يبارك
والرب يلمس ويفتقد كل واحد منا.